السلام عليكم ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تختيم لعبة Resident Evil 4 Remake. إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وحط لايك ويلا نكمل. أوكي، زي ما تشوفوا حصلنا آشلي وعطيناها الحقنة اللي تهدي وتوقف نمو البلاغة شوي. احنا قربنا من نهاية اللعبة طبعا، يعني ممكن باقي حلقتين ثلاث حلقات. انا احتمال اني بس يعني خلصها في حلقتين، لان صراحة السلسلة مو جايبة لي مشاهدات واجد، فانا مبانيها وكنت بلعب الدي ال سي بس شكلي ما بلعبها لان المشاهدات نازلة، بلعب لي شيء ثاني. لويس. اوكي نايس، هذه ايدا مفروض. Ada, come in. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facilities are housed in a sanctuary at the top of the mountain. في الجبل، في الجبل، ها؟ Ada, the encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. Nice. هذه رسالة. يقول لك ملاحظة باحث أسير سجننا دون أي تحذير، أخذنا واحدا تلو الآخر إلى غرفة المجاورة، لا أعرف ماذا يحدث هناك غير أنابيل التو. جميع مصابي بلايس يعيشون تحت رحمة اللورد سادلر. تخيل يعني مديك بس بطفيلي واحد تسيطر على جيش. يعني ليون لما استخدم هالحقنة كان اتوقع الحين بيسيطر عليهم سادلر. هنا يمدينا نرجع لو ما اخذنا الكنوز، بعدين بيكون في اللي هو الايرون ميدن اللي هو الريجنريتر القوي موجود هناك. مشكلة. طبعا سمعتوا عن الرومرز اللي قاعدة اللي انتشرت في تويتر قبل ممكن يوم امس اتوقع. ان Resident Evil 9 بيتم الاعلان عنه هالسنة وبينزل بداية 2025 شهر واحد اتوقع. صراحة سنة 2025 بتكون سنة مرة زحمة من الالعاب، ما توصلي لمستوى جيل، لا تحاولي. طبعا انا اوريدي عندي لعبتين، شو اسمه، انا متوقع يعني متاكد انها بتنزل لعبه Resident Evil في 2025، بس مو لازم تكون Resident Evil 9، ممكن يكون ريميك. بس انا اوريدي بلعب اللي هو Monster Hunter Wilds لون ازرق. ها انا هذه اللعبه اوريدي مخطط اني العبها، يعني انا من اكثر المحبين لسلسله Monster Hunter. بديت معاها من Monster Hunter World، يعني انا توني جديد على السلسله. اوكي الحين هنا في بطايق زرقان لازم نكسرهم، المفروض موجودين في الخريطة. اول واحدة هنا بس ممكن ما اشوفها من هنا انا، او ممكن اشوفها. بوم، هذه اول واحدة طبعا مقفل اكيد. نايس، هذا نمبر 2، باقي لنا 1 2 3. نايس، بتطيح لو استعفتك. اوكي عفا، وين راح العين؟ نايس. العلم هو خربان عندي بس مو مشكلة. حبيبي وراك احنا طبعا.
نايس. بوم كلا تصير الأخيرة. ممتاز مرة. كان نذكر هالغرفة دي طبعا ان شاء الله بعد احتمال اني انزل فيديوهات تجريبية. وين الصوت؟ اوكي الصوت تحت. تجريبية عن العاب انا لا يعني احبها. بنزل عن فيديو لبلاد بون، فيديو حق ألدن رينج ممكن. حبيبي طلعت لا الزاوية شوي ضيقة. لحظة بس كمان. رف مكانك. اتوقع احتاج اني اخلي هلا هلا. نايس. نحتاج نخلي اشلي تفتح لنا الباب. في كنز هنا اكيد. في كنز ما يخلى المكان من الكنوز. اشلي بس تعالوا وياي. افتحي هالباب. ما عندنا نقدر نسوي ريلود. زي ما قلت اني بلعب العاب جديدة. طبعا انا للحين ناوي ارجع العب فايف نايتس اوف فريديز. ما خلصتها. باقي الحلقة الاخيرة. بسوي حلقة اخيرة اخلص الليلة الرابعة والخامسة وانهي اللعبة. يعني نشوف ايش نسوي. طبعا الحين هالفترة دي الفترة التجريبية في قناتي من قناتي صغيرة. اوف وين راح؟ وين راح؟ وين بتروح حبيبي انت؟ ها؟ وين بتروح؟ on me. Hang on. وش اللي hang on؟ هل ايش on me on me؟ او هذا مسكر. I'm good. Thanks. ايش في؟ نايس. لا والله مو نايس. ما خلصنا. بوم او لحظة بوم بوم. نايس ايزي. اوف لا لا الا هذا. كده خلاص. وين رايح يا ليون؟ طبعا انا 1000% بلعب اضافة شو اسمه Elden Ring نزلت. يعني قاعد الان اذا صار عندي وقت اني قاعد اخذت العب بشخصية جديدة مسوينها من كنت اول ما شو اسمه اعلنوا عن الاضافة في شهر 2 تقريبا. انا يعني ما خلصت واجد في التختيمة. من كده قررت اني انزل شوي اسمه انزل شوي في القناة. انزل بس قتالاتي مع الزعماء الباسس زي ودان. ما قتلت طبعا. لا قتلتهم انا بس مورغوت او مارغيت جودريك ورونالا. يعني توني في بداية اللعبة الان.
يمكن قررت اني انزل شوي في القناة، ما يضر لان يعني لحد الان قناتي يعني ما هي يعني ما في لعبة، ما هي قايمة على لعبة معينة. لحظة ما اذكر هالمكان. بشكله بيجي في شو اسمه اشلي. جهز حالك، بيطلع في رجن او اسمع صوته. من وين بيطلع؟ هل هذا الايرون ميدن؟ نايس ما شاء الله، مقصرين معانا في الايتمز. يا حبيبي ريلاكس. هذا هو. What the fuck? Die, you stubborn son of a bitch. ما مات الحين هو. Holy shit. مات. Okay. Jesus. Cuddly bastard. صراحة هذا ظهوره في اللعبة الأصلية كان يخوف أكثر. You're not hurt, are you? No, I'm good. الحين أقوى طبعاً هم. بس المرة سووه إنه يكون ريجنريتر عادي تالي يتحول إلى له الأيرون ميدن على قولتهم. أتوقع هذا هو اسمه. يلا يا أشلي. Get that lever. No problem. Nice. دخلنا المجاري هنا. هذا البازل له نحتاج نكمل شوي صعب، فيمكن اخذ وقت فيه. خلينا نشغل الكهرباء اول شيء. No power. اشلي بس ممكن تفتحي لو سمحتي. طبعا انا الان قاعد العب كبهد على صعوبة الاكسبرت او المحترف، ومستمتع صراحة مع ان في باصز شوي زعمة، والفيديوهات يعني يعتبروا يعني حتى لو الشورتس حقهم مو الفيديوهات الطويلة يعني يجيبوا لي مشاهدات كويسة زينة، مو شي بطال. الحين شغلنا الكهرباء بيطلع علينا ريجنريتر بيهجم على اشلي. بعد فيه لو خلاص طيب خلاص هيطلع علينا بجنريتر هنا. اذكر هنا طبعا في حركة تضحك، لو رحت لأشلي بالطيحة ما ادري اسويها، بس بيطلبي اشلي دامت اوف. اوكي يا حبيبي لحظة بس اشلي. حبيبي انت قوم اشلي بتنخطف. شكلها دقيقة. منه راحت اشلي راحت. راحت اشلي ما نلحق عليها. اوكي هالمرة نركز على الريجنريتور نقتله بسرعة.
يا حبيبي. لحظة لحظة بس لحظة بس لحظة بس. مات؟ نايس. طلع. Good job, Ashley. Nice. Easy. والله أسرع من ما توقعت حليت هاللغز. والله عوضنا على الوقت. لا لا خسرنا على كل شو اسمه المرات اللي مت فيها وأنا عارف أتكلم. همز ما في. اوكي وصلنا لهالمهمة. طبعا اقدر انا اتخطى هالمهمة واطلق وارمي كم جرينيد على الجدار بس من شو اسمه من نلعبها شو اسمه الطريقة العادية. اوكي قررت اني اعدل هذا نسويه كامل. نايس. الحين باقي السكين. المرة الجاية بعدل السكين واخليها كاملة. توخ الى مداني قبل كراوزر. قتال كراوزر بيكون ممتاز. اوكي انا سمعت كنز فوق. لا ما سمعت. اوكي غلطان. تعرف تنزل الاش لحالها طبعا. اخذ كل شيء قبل ان بدي. أنا ناسي بعدها هل نقابل كراوزر على طول نقاتله؟ بنقابل اللي هو سادلر وبياخذ آشلي مرة ثانية. بتاعي بنواجه كراوزر. كراوزر واوزر. اوكي خدنا كل شيء هنا الحين. اوكي يلا يا اشلي نقول بسم الله. Here we go. Wrecking ball. I came on like a wrecking ball. I got this. خلاص قالت لك she got this. خليها تكون شو اسمه عندها فايده شوي. Is this what they teach kids in school these days? Have you never heard of driver's ed? Get back. يعلموش السواقة. سواقة السيارة العادية مو يعلموش سواقة شي زي كده. نايس. Here we effing go. Leave our friends to me. كيف صابني يا حيوان؟
Ashley. هلا مام. ايزي دبليو اشلي شوي وتلطخيني لطخه مو طبيعيه. انا ساعدنا برميلين باقيين هذا وواحد من هناك. يلا يا عشلي وين الباقي الحين ما جاوا. Here we go. اوف نسيت في شو اسمه يا حبيبي. ايه خلينا نقتل هذا الحيوان. اوه علينا. سلامات اخت الواحد يجي واحد ثاني من وين تجيك بعد. ماكت قالت لك يا حيوان ناكت اوف. الحين بيجي خلصنا. مفروض يجي الخنزير عبر الايد اللي فيها مسدس او رشاش بس شكلنا خلصنا قبل. اوكي مشكلة نتأكد ما خلينا شيء. ما خلينا شيء. يلا يا عشلي let's go. اوكي let's go. شوفوا لما يبدأ عجزة غريبة تحوم في الارجاء انها ارجع تجي تجيبها. يبغى نرجع الان للغرفة اللي حصلنا فيها الريجنريترز اللي كانوا في الشسمة نايمين نطلق عليهم عشان ناخذ السباينة. في هناك واحد في ايرون مايدن يبغى نرجع عشان نقتله. اتوقع يبغى نرجع عشان نقتله. يبغى نرجع هنا. داكو موجود علامته. اوكي هولي كيف عامل خلاص. نايس. اوكي حين نروح فوق الجبل بوم بوم. ما اذكر الان صحيح بتنخطف اشلي من سادلر بيجي بيخطف اشلي. اقدر اوقف هناك او اقدر اكمل واقاتل كراوزر.
يعتمد على اذا كراوزر بعيد او قريب. اذا كان قريب فاني بكمل وبغلب، اذا كان بعيد بخليه الحلقه الجايه. بس انا افضل اني اغلب شو اسمه هالحلقه دي عشان مقلينا حلقه واحده وننهي السلسله ونركز على لعبه ثانيه. ما شاء الله ليش ممكن. الحين اذكر بعد ري فورم ابدا ما شفنا اشلي تطلع في لعبه ريزيدنت ايفل. انا اتوقع يعني لو في المستقبل خلوها تطلع بيكون شيء كويس. يعني المره ظهورها الوحيده هي ري فور، ثاني ما طلعت ابدا. اوكي هذا هو اتوقع المكان اللي فيه الامبر العملاق. ايه هذا هو نقل الامبر. يجب ان اؤكدها توخي الحذر الشديد من التعامل مع مخزون الامبر موجود تحت القلعة. يجب العمل باقصى درجات الاحترام والدقة. انا اسمع كنز ما انا شايف انه. اوكي اشلي هذا هو الامبر. Here we go. بوم. مع السلامة يا أشلي. تشوف كيف الطفليات ذاك داخلة أو موجودة داخل الأمبر عايشة. يعني بدون هالأمبر يمكن ماتوا. This is our holy body. Our divine providence and soon such a profound blessing for all. Los Plata. Welcome, my children. I am Osman Sadler, the speaker for our Lord. Tell someone who gives a shit. تصميم أفضل هنا من اللعبة الأصلية. اللعبة الأصلية في شعر على ورا وحركات، بس هنا يبين لك إن البلاقة مرة متقدمة فيه. نايس ليا محظوظ. Pray forgive these wicked sinners. My faithful disciples shall deliver to you your penance. Now, child, you need not be afraid. Submit your body and release yourself from fear. أوافي يا ليون أوافي. ما أدري أنا أفكر أني أنهي الحلقة هنا صراحة. احتمال بما أن أحس يعني باقي لنا مشوار، يعني نقدر نخلي كراوزر حلقة وساد للحلقة. بما أن الشابتر ما خلص هنا بكمل لين ما الشابتر يخلص. نكمل هنا صح؟ ايه اوكي زين بكمل لان هنا بيكون اللي هو كراوزر، فنقتل كراوزر ونوقف. يعني يصير الفيديو يمكن فوق الساعة مو مشكلة. ممكن الحين يجي الهليكوبتر. Thank you.
نايس. لين ما يجي الحبيب. بيم بيم بيم. اوكي ليتس جو. وصلنا الى مكان قتال. هلو سترينجر كراوزر. بس قبل خلينا نشوف وش نقدر نطور. ان شاء الله نقدر نطور السكين. اتوقع تقريبا قدرت. ممكن اقدر لو صار عندي 60,000. اه نايس كده بوم. نايس نايس. الان هذا السكين نحتاجها مره في اللعبه. في اتوقع نحتاجها من قتله كراوزر. بس نتاكد ما نسينا شيء. انا ما اقدر نرجع. يلا دقيقة دقيقة دقيقة. هذا اوكي خلاص. يلا here we go. نسيت انا كيف قتاله. I've been waiting for you, rookie. Rookie. Worried about the girl, is that it? That's just like you. You always had poor judgment. But if you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. طبعا هذا من امتع الباس فايت في Resident Evil 4. These maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated. والموسيقى هنا ممتازة صارت. كانها شو اسمه موسيقى Bloodborne. But at least you had some kind of code. Some honor. Hista. Look at you now. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. Better run, rookie. Not like I have a choice. كده خليه يختفي. وين اروح انا؟ اوف نسيت وين اروح انا. لحظة 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 لحظة. انا محتاج نكف فوق عشان نفتح الباب. قلع. بسرعة 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 ليان. بوم نايس. انا مشكلتي ما كان عندي اني اطور او اصلح الدرع. الحين بيهجم علينا يا فخاخ. Go with your gut, don't think. That was the first thing you taught me. الحين بيطلع ورانا. He's turned this place into one big trap. I can't fight him on his terms. كيف كده؟ Get the hell out of here. Nice. وينه؟ Die, rookie. Off.
حيوان. دينا طفيه هذا لو لازم أفجره. ما يمدينا. أوف. شت. دينا أكسرهم صح؟ نايس. أنا ما استفدت مقف في فخ. ما استفدت ما استفدت. أوكي هذا مكان اللي جينا منه. أوكي يبغون نفجر هذا من الجهة الثانية أتوقع. صراحة أنا بعد ما نزل لحظة بعد ما نزل هذا الريميك أنا متحمس لسلسلة Resident Evil بشكل عام. يعني وضع السلسلة بعد ما نزل Resident Evil 6 كان سيء، بس الآن مع نزول الريميك الناس يقولوا ما نبغى ريميكات نبغى ألعاب جديدة. صراحة أنا شو اسمه أنا مع الريميكات، وصلنا إلى حسنوا من اللعبة. يا حيوان. والله ما قال لك عندي هيلات بشكل مو طبيعي. اوف اوكي الحين هو الباص فايت الحقيقي. يلا اوكي الحين وقت الراوند 1 اول مواجهه. حبيبي اوريدي وصلنا الراوند 2 الفيز الثاني. الحين بيتحول الماجنم صديقنا الان. بوم بوم and he's dead again and again. نايس الله. طبعا هو ممتع تقدر تلعب فيه في طور المرتزقة، ممتع إلى لعب فيه. That's the difference between you and me, Loki. رقبتك شوي غريبة صايرة في هاللقطة. أوه باقي بعدنا باقي الحين نخلص من هذا تالي نقاتله. Let's go. روكي اوكي هدي نايس. So that's your true power. Oh, I'd ask for a refund. لحظة بس كراوزر وين هو؟ ها
الحين احسه بيطلع مره ثانيه. لا والله وصلنا وصلنا. جهز البيبي and let's go. والله اني ضغط اي بس اللعبه جاي انك جاي انك يا حيوان جاي انك. I'm gonna show you. بس مجهز الماجنوم حقك عشان أأدبك وحطك في مكانك. Oh shit Leon. Training's not done. Last lesson starts right now. ما بأدبك أنا الحين. طبعا اتوقع انه يحمي نفسه بايده اليمين كان هدرع ف استنى نحط نضربه بالشات جان يطيح بالمانجنم. يا حيوان كاي كاي دقيقة حبيبي دقيقة. اوكي وين ها؟ ما حطوا لي اقدر اتفادى. اوكي يا حيوان انت. والله صراحة عنده والله كان صراحة عنده صحة واجد. أنا ضربت عليه ضربت يمكن بأكثر من 6 أو 7 طلقات ماجنوم يمكن أكثر بعد. بس أنا ألعب بالصعوبة العادية فما بيكون صعب. الآمو متوفر. أنا ما بغيت ألعب صعوبة شو اسمه صعوبة عالية لأني قاعد أسوي شو اسمه سلسلة تختيم وبيطول لو سويت تخت شو اسمه لعبت على الصعوبة الأعلى بموت واجد خصوصا لهذا أنه قوي. وهذه السكين اللي كانت في الأصلية أحلى بواجد من السكين العادية. بس خسارة أنه ما يعطوك إياها إلا في نهاية اللعبة. نايس. Good job, Leon. I trained well. Leon. أول مرة يقول لي أكل good rookie. Rest in peace. There you did, Major. There you did. بوم نايس. اوكي خلصنا من كراوزر. تقع حين وقت ممتاز اني انهي الحلقة. طبعا اذا استمتعتوا بالفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وان شاء الله بشوفكم في الحلقة الاخيرة. الحلقة الجاية المفروض تكون الحلقة الاخيرة. مع السلامة.